طيب مشاهدينا كالعادة بنبدأ مع حضراتكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع تابع فيه سيادته منظومة الانتاج الزراعي ومنظومة الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية. وجه سيادته بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل بهدف دعم المزارعين والفلاحين وأيضا زيادة دخلهم وزيادة أرباحهم، ده طبعا من خلال مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على هذه الأسعار. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا استقبل أمس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وأكد سيادته الخصوصية الاستراتيجية اللي بتتسم بها العلاقات المصرية السعودية واللي بتمثل ركيزة لاستقرار المنطقة، خاصة في ظل الظروف الدقيقة اللي بتمر بها كافة الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية السعودي نقل للسيد الرئيس تحيات شقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك وتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه طالب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه جلالة العاهل السعودي وسمو ولي العهد، مؤكداً سيادته الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. الاجتماع تناول متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار. وقد عرض السيد وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخراً من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح. كما عرض الوزير السيد السيد القصير الخطط التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد. كما تم استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر. كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية. طيب أيضا امبارح كان في مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، وأبرزها الاجتماع اللي عمله دكتور مصطفى مدبولي لمتابعة مشروعات وزارة الاتصالات
والجهود اللي بتتم لتطوير شبكة الإنترنت، كمان تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسي 2022-2023، ده غير كمان مد فترة التقديم لخريجي الجامعات لكلية الشرطة لحد يوم 22 سبتمبر. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتابع فيه الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة. خلال الاجتماع تم استعراض جهود تطوير شبكة الإنترنت والتأكيد على أنه من المستهدف نشر خدمات الألياف الضوئية وزيادة عدد المنازل المربوطة من 180 ألف منزل مشترك حالياً ل 7.5 مليون منزل خلال الخمس سنين اللي جاية، ده غير مد كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 3 مليون منزل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كمان امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر أغسطس اللي فات، واللي تم فيها الاستجابة لحوالي 524 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت صدور 202 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجاً، ده غير إجراء 109 عملية جراحية وإصدار 24 قرار خاص بإجراء عمليات زراعة النخاع. امبارح برضو المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للأكاديمية والكليات العسكرية للعام الدراسي 2022-2023، وفي ظل دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام واللي نتج عنها مؤشرات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية، صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض نسبة القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسي 2022-2023 لطلبة الشعب العلمية لتكون 55% بدلاً من 60% أسوة بما تم في الشعب الأدبية. برضه امبارح الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية نشرت إنه في إطار حرص وزارة الداخلية على اعتماد كافة الإجراءات اللي من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022-2023، تقرر مد موعد التقدم للالتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية لمدة أسبوع، ليكون حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر بدلاً من يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر. في جولة المحافظات معنا مجموعة أيضاً من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها صدور أول حركة محليات بتضم 23 قيادة في المحافظات، منها أيضاً تنفيذ 351 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الفيوم، وإعلان بدء اختبارات مشروع كابيتانو مصر في محافظة الإسكندرية الأسبوع القادم، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها امبارح أخبار وأحداث كتيرة، أهمها إصدار اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية أول حركة تنقلات لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات. الحركة تضمنت تنقلات وندب وتعيينات ل 23 قيادة محلية بمحافظات البحر الأحمر والقليوبية والغربية والدقهلية وجنوب سيناء والشرقية والمنوفية وأسيوط والإسكندرية والإسماعيلية والقاهرة. في الفيوم تم الإعلان عن تنفيذ 351 مشروع بنطاق المحافظة بتكلفة تقديرية 7.1 مليار جنيه، وده ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي إطصة ويوسف الصديق. في المنوفية قامت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة بتفعيل وحدة التشخيص عن بعد بمستشفى حميات منوف وتوفير خدمة الاستشارات الصحية من خلال التطبيقات الخاصة بالتشخيص عن بعد. في مطروح أنهت مديرية الثقافة بالمحافظة المهرجان الصيفي اللي شارك فيه 15 فرقة من فرق الفنون الشعبية والتنورة التراثية والموسيقى العربية والفرق النوعية. في الغربية شهد حي ثاني طنطا بمحافظة الغربية إعادة فتح شارع بطول 300 متر بمنطقة مقابر عوارة، واللي كان مغلق من حوالي 20 سنة بالقمامة ومخلفات البناء. أجهزة الحي قامت برفع 2000 طن قمامة وفتح الشارع مرة أخرى أمام المرة.
فأسيوط اعتمد المحافظ اللواء عصام سعد قرار ترقية 2205 معلم وأخصائي من أعضاء هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم بأسيوط والإدارات التابعة لها. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة إنها هتقطع المية النهاردة عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المسلحة وميت خاقان، وده هيكون من الساعة 10 الصبح ولحد الساعة 2 الظهر بسبب غسيل الشبكات وتطهير الخزانات. في شمال سيناء وصل لمستشفى العريش العام دفعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان. الدفعة الجديدة بتضم 16 طبيب وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مختلف التخصصات الطبية. في الإسكندرية أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة إطلاق المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم كابيتانو مصر الأسبوع اللي جاي، والاختبارات هتكون في استاد الإسكندرية يوم 11 و12 سبتمبر، وده في إطار مشروع وزارة الشباب والرياضة والمتحدة للخدمات الإعلامية.